ولمعرفة المزيد ينضم إلينا من تونس مباشرة مراسلنا جلال موانع. جلال، إذن تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي، ما الذي تقوله البوادر الانتخابية حتى الآن عن التصويت، وأوفر المرشحين حظا حتى الآن؟ نعم شاهد، منذ ساعتين ونصف الساعة تقريبا فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين في 24 محافظة في تونس، في أكثر من 9600 مكتب اقتراع. يتوجه التونسيون اليوم لانتخاب رئيس للبلاد. طبعا هذه حسب ما لاحظنا شاهد منذ ساعات الصباح الأولى توافد عدد من الناخبين، وتحدث إلى عدد من الملاحظين هنا من المنظمات المحلية أكدوا أن نسبة الإقبال تبدو أفضل من الانتخابات البرلمانية السابقة وحتى الانتخابات الرئاسية السابقة في سنة 2019، رغم الدعوات التي سبقت يوم الاقتراع وخلال فترة الحملات الانتخابية دعوات أحزاب وتيارات سياسية إلى مقاطعة الانتخابات. يعني ما لاحظنا في الساعات الأولى شاهدنا من خلال توافد الناخبين هنا أن الحركة أو نسبة الإقبال تبدو متوسطة وأكثر قليلا بالنظر أو مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة ومدى إقبال التونسيين. المعروف أن ساعات الأولى عادة ما يتوجه كبار السن، شريحة كبار السن إلى مكاتب الاقتراع، ثم مع استمرار عملية التصويت إلى حدود الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي يتوجه الشبان. ما لاحظناه هنا في ساعات الصباح الأولى هناك شرائح مختلفة من كبار السن والشبان، أيضا نتحدث هنا عن نسبة 35% من الناخبين أقل من 35 عاما يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار من بين ثلاث مرشحين. شاهد تحدثنا إلى عدد أيضا من الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، يمكن القول أن هناك نوع من التباين بحسب أولوية كل ناخب. نتحدث عن ناخبين يأتون هنا بأولويات اجتماعية واقتصادية، وهذه الأولويات تؤثر على نوايا تصويتهم إلى الاتجاه إلى مرشح دون آخر. هم ينزعون إلى الاستقرار السياسي ويقولون بأننا نحتاج حكومة تعمل دون صراعات سياسية ودون نزاعات، على غرار ما حصل في السنوات العشر الأخيرة، ربما حتى قبل أن يعلن الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في يوليو 2021. لكن هناك أيضا جزء آخر من الناخبين مما التقيناهم هنا يؤكدون أن أولوياتهم مختلفة عن الهواجس الاجتماعية والاقتصادية، ويتحدثون أساسا عن الحريات بناء على الحملة الأخيرة التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة والتي تم على إثرها اعتقال عدد من الشخصيات السياسية والناخبين. وهنا ربما تختلف الأولويات بالنسبة للناخبين، بالنسبة إلى الناخبين الذين يرون بأن الحريات والحفاظ على الحريات وعدم العودة إلى مربع قمع الحريات والاستبداد والتفرد بالسلطة أولوية بالنسبة لهم، ويؤثر ذلك طبعا على نوايا تصويتهم في اختيار إما أن يستمر الرئيس الحالي أو يختارون مرشحا آخر، إما أن يكون مرشح حركة الشعب يعني الاتجاه القومي بشكل عام زهير المغزاوي، أو مرشح حركة عزيمون ورجل الأعمال العياشي زمان الذي لا يزال يقبع في السجن على ذمة التحقيق. وهنا أسألك، هل لازال اسمه، وربما هذه القضية أيضا. نعم جلال، هل لازال اسمه موجود بشكل رسمي في هذه الانتخابات؟ يعني بإمكان المواطن التونسي اليوم أن يضع اسم العياشي زمال ضمن لائحة الانتخابات، لم تحذف حتى الآن؟ نعم شاهندة، يمكن القول أن قضيته وبقائه في السجن خاصة في الأوساط الحقوقية والسياسية والتي تعد هذه قضية سياسية لحرمان هذا المرشح من حقوقه في القيام بعملياته بحملاته الانتخابية على غرار الرئيس قيس سعيد والمرشح زهير المغزاوي، هي ضرب لحقوقه. هذه القضية أثارت ربما تعاطفا وانحيازا نحو هذا المرشح للتصويت عليه، رغم أن هناك عدد من الأحزاب
السياسية دعت إلى المقاطعة. أحزاب أخرى لم توضح بصفة في بيانات صادرة بصفة واضحة وصريحة أنها تدعو الناخبين إلى التصويت إلى هذا المرشح أو ذاك، ولكنها فتحت أو تركت المجال لقواعدها حتى تختار المشاركة من عدمها أو التصويت للعياشي زمال أو غيره. لكن فيما يخص قضية العياشي زمال يمكن القول إنها أكثر متداولة أكثر في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما دفع ربما جانب كبير من الحقوقيين والناشطين إلى الدعوة إلى الانتخاب بالنسبة له، خاصة حملته الانتخابية التي استمرت رغم أنه يقبع في السجن. طبعا هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في تونس، حديث من هنا وهناك حسب ما يتردد في الإعلام المحلي وفي الشارع التونسي أيضا أن العياشي زمال موجود في السباق على غرار بقية المترشحين، رغم الأسبقية الواضحة التي نلمسها في الشارع التونسي عند الحديث إلى عموم المواطنين أنهم ينزعون أكثر إلى الاستقرار السياسي أو ربما بشكل واضح وصريح لبقاء الرئيس قيس سعيد. لكن يبقى تبقى القواعد المرتبطة بالأحزاب السياسية التقليدية التاريخية في البلاد يمكن أن تؤثر أو ترجح كفة العياشي زمال أو زهير المخزاوي. نعم. طيب ماذا لديك من معلومات عن نسب التصويت بالخارج اللي من المفترض أنها بدأت يوم الجمعة وتنتهي اليوم تزامنا مع الانتخابات بالداخل أو التصويت بالداخل؟ نعم، إلى حد هذه اللحظة هيئة الانتخابات قالت إنها لن تصرح بأي نسب للمشاركة في الخارج قبل أن تغلق مكاتب الاقتراع، وتبرر ذلك بأن القول أو الإعلان عن نسبة المشاركة قد يؤثر على التصويت في الداخل. عندما يتابع التونسيون ربما توجهات التصويت إلى أين تتجه من بين المرشحين الثلاث، ولذلك اختارت أو قررت أن لا تعلن أي نتائج حول نسبة المشاركة في الخارج إلى حين صدور أو إغلاق مكاتب الاقتراع، تزامنا مع سير العملية الانتخابية في الداخل التي تستمر كما قلت إلى حدود الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي. نعم. طيب لو أطلعتنا كذلك جلال على الجدول الزمني لهذه الانتخابات الرئاسية، متى بدأت، في أي مرحلة نحن الآن، ومتى من المرتقب أن يعلن الرئيس الجديد لتونس؟ نعم شاهندة، طبعا بالنظر إلى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في السنوات العشر الأخيرة التي مرت بها تونس، هذه الانتخابات هي انتخابات الرئاسية الثالثة منذ سقوط نظام بن علي سنة 2000 في يناير 2011، ونتحدث عن أكثر من 9 انتخابات برلمانية، يعني أن العرف أو التقليد الانتخابي بات دارجا لدى المواطنين وحتى على المستوى التنظيمي والإجرائي. أيضا اليوم بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في 6 مساء بالتوقيت المحلي تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات وتستمر إلى حدود مساء غد مع إعلان النتائج الأولية حتى تتثبت هيئة الانتخابات، طبعا بالعمل مع كل الملاحظين والمراقبين المنتشرين في مختلف مكاتب الاقتراع تتثبت من إذا ما كانت العملية سارت بشكل سلس ودون تجاوزات أو تأثير على الناخبين، ثم يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي. ولكن هذا ربما إذا ما هناك السيناريو مطروح، إذا ما فاز المرشح العياشي زمال وهو مستمر على ذمة التحقيق في السجن، فيطرح هنا إشكال قانوني وجدل قد يتفاقم في المرحلة المقبلة، هذا إذا ما كانت هناك مفاجأة من حيث صعود العياشي زمال لأن قضيته لا تزال مستمرة تحت أنظار القضاء. نعم. شكرا جزيلا لك جلال، مفدنا إلى تونس على كافة هذه المعلومات.